مراجعة الدوائر الحكومية والجهات الخاصة في الرياض أحياناً تكون شيء صعب. الانتظار، تعدد المعاملات والجهات، الازدحام المروري، كثرة المراجعين. وغرفة الرياض إحدى أهم الجهات التي يحتاج رجال الأعمال لمراجعتها لإنجاز أعمالهم. فهل توقعت يوماً أنك ستقوم بإجراء معاملاتك من منزلك أو منشأتك؟ تحديث بيانات المنشأة، طباعة شهادة الاشتراك، إصدار شهادات إعادة التصدير، إضافة المفوضين وتفعيلهم، تفعيل مستخدمين جدد للخدمات الإلكترونية. كل تلك المهام وغيرها سيكون بمقدورك إنجازها بكل يسر ومن أي مكان عبر بوابة أعمالي، والتي تهدف إلى تخفيف العبء على صاحب المنشأة. بوابة أعمالي هي مظلة إلكترونية لغرفة الرياض يتم من خلالها إجراء جميع المعاملات التي تخدم المنشأة إلكترونياً. للاستفادة من خدمات البوابة ما عليك سوى التسجيل عبر بوابة أعمالي، وبعد إتمام عملية التسجيل تقوم بطباعة خطاب التفويض وتوقيعه من إدارة منشأتك لتستطيع تمثيل منشأتك. بعد ذلك عليك زيارة مقر غرفة الرياض لمرة واحدة فقط ليتم منحك صلاحية مسؤول على حساب المنشأة. كما يمكنك إضافة أكثر من مساعد إداري وتخصيص الصلاحيات لهم. من أهم الخدمات التي تقدمها لك بوابة أعمالي تصديق الوثائق الإلكترونية. لتصديق الوثائق يمكنك اتباع الخطوات التالية: أولاً، القيام بشحن الرصيد المالي في المحفظة الإلكترونية للمنشأة عبر البطاقات الائتمانية أو خدمة سداد. ثانياً، اختر النموذج المراد تصديقه ثم املأ البيانات. ثالثاً، الموافقة على إتمام التصديق ليتم سحب تكلفة التصديق من المحفظة الإلكترونية. وبعدها ستحصل على نسخة من الوثيقة المصدقة عبر بريدك الإلكتروني، ويمكنك الحصول على نسخة مطبوعة بطباعتها من المنزل أو المكتب أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية أو عبر الQR كود. أكثر من 30 وثيقة ستتمكن من تصديقها إلكترونيا بمجرد انضمامك لبوابة أعمالي. ويمكنك عن طريق الخطابات المفتوحة صياغة الخطاب الخاص بك وتوجيهه للجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص، وستتم مراجعته من قبل موظف الخدمات الإلكترونية ويشعرك بالإجراء الذي تم قبل إتمام عملية التصديق. للتحقق من المعاملة المصدقة إلكترونيا وللخدمات الأخرى بادر بالتواصل معنا عبر الطرق التالية: التطبيق سند، الموقع www.chambr.sa أو على الرقم الموحد 920-00-45-65.